أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: عرض علي أحد الأشخاص شريطا فيه أن فريقا روسيا كان يقوم بحمل بعملية حفر في الأرض. هذه مشهورة، القصة هذه مشهورة ولا أصل لها. ما حفار ما هو واصل إلى سجين في أسفل في الأرض السابعة، ما هو واصل إلى سجين، والقبور في أعلى الأرض، عذاب القبور في القبور والقبور في أعلى الأرض، ما تحتاج إلى حفار. هذا كله من الخرافات. نعم، عذاب القبر حق، ومن الموتى من يعذب في قبره، هذا متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال أنه اعثروا عليه بالحفار اللي يأخذ ما أدري كذا من مسافات الأرض، حتى لو أخذ الأرض واسعة 7 طبقات، ها يمكن أن الحفار يبي يستقصيها إلى آخر، إلى سجين آخر الأرض. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.